السلام عليكم. في الفيديو ده اعرض لكم شيخ يلعب كرة القدم في المسجد. ايوه، بيلعب كرة القدم في المسجد، وتعليق الشيخ مصطفى العدوي وتعليق وزارة الاوقاف. يلا بينا نشوف الفيديو المثير للجدل ونرجع نكمل كلامنا تاني. وبعد ما شفنا الفيديو وشفنا الشيخ وهو بيلعب كرة القدم في المسجد، بتيجوا نشوف رأي الشيخ مصطفى العدوي ايه ونرجع نكمل كلامنا تاني. فكونك تثبت لعب في المسجد، يصنع المسجد ملعب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المساجد لم تبنى لهذا، ذكر حديثا في نهايته ان المساجد لم تبنى لهذا، انما بنيت لذكر الله ولإقام الصلاة ولتلاوة القرآن. ما دخل على هذا يدخل بنص ثابت أما أن تجعل المسجد ملعب، لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وإذا كان البيع الذي هو أفضل من اللعب منع من المسجد، فلن يمنع اللعب في المسجد من باب أولى. وبعد ما شفنا الفيديو وتعليق الشيخ مصطفى العدوي، دار الأوقاف المصرية طلعت وقالت لك الشيخ مش مصري. بالمناسبة الشيخ من دولة لبنان الأشقاء العرب، أسأل الله أن يهديه ويعفو عنه. المسجد جعل للصلاة والقيام والركوع والسجود والخشوع والذكر، ليس للعب الكرة. ممكن تلعب الكرة في النادي لو حابب، اي مركز شباب، جنينة البيت عند حضرتك، وليس في المسجد. اسأل الله ان يهديه ويعفو عنه ويغفر لنا ذنوبنا. يا رب الفيديو نال اعجابكم، ما تنسونيش بلايك واشتراك، فضلا صل على سيدنا النبي في الكومنتات. سلام.